يقول السائل: جماعة من النساء في بيت واحد، هل يشرع لهن الصلاة جماعة في البيت؟ هذا طيب، إذا اجتمعنا وصلينا جماعة هذا طيب. الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لأم ورقة أن تصلي في أهل بيتها، فإذا اجتمع النساء في البيت وصلينا جماعة هذا طيب، يكون إمامهن واحدة منهن. نعم.